من كمين جنين إلى عملية عيلي. يا اخوان الكرناصة، الكرناصة علينا باتجاهنا، اقعد طمل طمل، الكرناصة علينا باتجاهنا بتضرب. ما حدث استثنائي وأليم ومعقد جدا. نعم، اللي شفناه بجنين أخيرا إشارة واضحة أنه قواعد اللعبة تغيرت. جنود الاحتلال مثل الفيران علقوا بالمصيدة. عبوة ناسفة من 40 كيلو اخترقت مدرعة النمر من تحت. إفشال عمليات الإنقاذ بصليات الرصاص كمان مشهد لافت. صار العدو همه كيف يسحب آلياته ويهرب. اضطروا يقصفوا من الأباتشي ليتفادوا الأسوأ. طبعاً ارتقى شهداء بجنين، بس هودي حسابهم كان تاني يوم مع الام 16 وابطال القسام بعمليه عيلي. بعدهم الخبراء مشغولين بكمين جنين، التخطيط، الوسائل المستعمله، كميه العبوات وقوتها. هالمره مصطلح لبننه يستعمل في سياق مشرف. الشباب بسرايا القدس عم يشتغلوا على طريقه المقاومه في لبنان. نعم، هيدا ترابط الساحات. العدو طار صوابه. كل ما زادت المداهمات والاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات، كل ما زاد بأس الأحرار. مثل ما قال المراسل العسكري، الدخول المقبل إلى جنين لن يكون سهلا. على كل حال، وين ما كان لم يعد سهلا. شوفوا الانتفاضة بالجولان السوري المحتل. في كل الأحوال، السلام الممنوع.